مسلم قصد الله جريح من ولاية المنستير، واحد من بين آلاف ضحايا الثورة التونسية من قتلى ومصابين. نزل وبعض من رفاقه إلى شارع لحب بورقيبة، أين ازدحمت فعاليات مختلفة كل يعبر عن مطالب لم تحقق. مسلم قصد الله افترش الإسفلت بساقه المبتورة، مرددا شعارات مطالبة بالقصاص ورد الاعتبار. احنا لا طالبين لا تعويض لا حاجتنا بتكريم، احنا اليوم حاجتنا بالناس اللي قتلت اولادنا، بالناس اللي خلات اليوم نمشي بساق برق واللي حط بدي. انا اللي قتل ولدي سايبوه، تربطت 3 سنين سايبوه، عام وسبع شهور سايبوه. بالنسبه لي يحب القصاص، بالنسبه لي اللي قتل ولدي لازم يتحاسب. اكثر من 4198 جريح في تونس، تقريبا السواد الاعظم منهم لم ينل بعده ابسط حقوقه، حقه في العلاج، حقه في التنقل، حقه في العيش الكريم، حقه في الشغل اللائق والكريم والمناسب. شارع لحبيب بورقيبة في ذكرى الثورة امتلأت أركانه بالمسيرات والشعارات والفعاليات الشعبية مختلفة المقاصد والمراجع. وبعيدا عن صخب الشارع كان قصر قرطاج أكثر هدوءا، موكب رسمي للاحتفال بالثورة، أعلن خلاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عن عقد مؤتمر وطني حول الشباب في الربيع القادم لحماية الفئات الشبابية المهمشة من التلاعب بعقولهم والإلقاء بهم في ساحات المعارك. والعبارات لرئيس الدولة: الشباب هو الذي قام بالثورة وحرر البلاد، لذا رأيت عقد مؤتمر وطني حول الشباب في الربيع القادم بمشاركة الآلاف منهم حتى نتوصل بهم ومعهم إلى وضع الاستراتيجية والآليات الكفيلة التي من شأنها رفع الحيف عنهم وإدماجهم في بلدهم. أصوات المطالبين بالشغل والعدالة الاجتماعية ورد الاعتبار كانت غالبة على فعاليات الاحتفال بالذكرى 5 للثورة، شعارات تتكرر في كل ذكرى علها تجد آذانا صاغية. لخصت فعاليات شارع لحبيب بورقيبة شارع الرمز ما يختلج في نفوس التونسيين من اعتزاز بثورتهم، لكن أيضا من تعبير عن مطالب لم تحقق بعد، أبرزها التشغيل والتعويض لضحايا الثورة. فاتح الفلحي، قناة ميديان تي في، تونس.